تشارك مصر المجتمع الدولي في إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يحتفل به في يوم 29 من نوفمبر من كل عام، وذلك تضامنا مع شعب فلسطين الصامد وتأكيدا على حضور القضية الفلسطينية حية وحاضرة في المحافل الدولية في الضمير العالمي. وتحرص مصر على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته، مؤكدة أن ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية لم ولن تتغير، وأن التزامها بمسؤوليتها إزاء القضية الفلسطينية التزام أصيل تبذل في سبيله كل غال ونفيس حتى ينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة. وتطالب مصر المجتمع الدولي بالتحرك الجاد لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، كما تطالب بالوقف الدائم وغير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة وتوفير المساعدات الإغاثية والإنسانية اللازمة بشكل كاف ومستدام.